بشكل كثيف وملفت للأنظار تنتشر صهاريج مياه الشرب أو ما تسمى هنا البوز في حركة دؤوبة. إن دل على شيء فإنما يدل على أزمات متوالية ومتتالية تعيشها محافظة الضالع، أولها أزمة مياه الشرب وآخرها أزمة المشتقات النفطية. محافظة الضالع تعتبر أكثر محافظات الجمهورية فقرا في المياه، وذلك لعدة أسباب، منها أول مرة أنا معروف التغيرات المناخية الذي تعاني منها، مثلا قلة سقوط الأمطار الصيفية، أيضا لا توجد حواجز مائية لتغذية المخزون المائي، فهذا يجعل المحافظة أكثر فقرا وتستورد مياهها من محافظة لحج بالتحديد من حبير الريدة. أيضا بالنسبة لاستنزاف المياه يتم عن طريق الحفر العشوائي للحفارات، والذين يقوم استنزاف المياه بشكل جائر ولا يوجد مصادر بديلة للمياه في هذا الحال. نحن نبيع الزفة بساعات 5000 لتر، 15000 إلى 16000، وهذا كله بسبب ارتفاع الديزل، وإذا حصل هبوط بالديزل فالأسعار تنزل شوية، تنزل البوزة إلى 12 إلى 13. نحن نعاني من المياه وخاصة الصالحة للشرب لكون نادرة ولا نجدها، يكون هذا يعبي لنا 1500 لتر بحوالي اكثر من 5000 ريال، وذلك هذا الا عند الضروره يستخدمه، لكونه ليس صالح للشرب. هذا ما نعاني منه كثيرا في محافظه الضالع. الحاله المعيشيه الصعبه للمواطن جعلته يقف متحسرا على وضع جعله يكد ويتعب كي يوفر قيمه خزان مياه صغير، في الوقت الذي ما زال مشروع مياه المحافظة متوقف منذ العام 2014 دون حلول أو بدائل تخفف من معاناة المواطنين. أعاني من أزمة المياه الضالع، لا البوزة الكبيرة ب 8000 لتر ب 27000، والبوزة الصغيرة هذه ب 15000. نحن في مدينة الضالع نعاني من انقطاع المياه منذ 2013، ولا نستطيع أن نعطي بالماء إلا بالأموال، والناس حدها يعني تعاني من ظروف معيشية قاسية، أسر ضعيفة لا تستطيع أن تأتي بالماء. تصور أن هناك أسر تشتري الماء في الشهر الواحد بقرابة 30000 ريال، بوزتين أو بوزة ونص، ونحن نعاني كثير، نرجو لفت النظر إلينا. سعر البوزة بلغ أكثر من 24000 ريال، وإذا استمرت أزمة المشتقات النفطية فإن الأمر قابل للزيادة، هكذا يتحدث ملاك البوز، ما يعني أن البحث عن حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تفاقمت مع تفاقم الأضرار بالشبكة الداخلية للمياه بالمحافظة والتي توقفت منذ سنوات بات أمر ضروري ومطلب شعبي أيضا. لا نريد مشاريع ترقيعية بأن تحضروا لنا تانكي أو تقولوا خزان أو دبات أطونا ماء، نحن نريد مشروع حقيقي إعادة المياه إلى مدينة الضالع. نرجو ونناشد من الجهات المختصة بأن يسرعوا في إنجاز مشروع مياه الضالع، لكون جميع المواطنين في مياه في الضالع بحاجة للمياه خاصة في هذه الأيام. على الجهات المختصة في المحافظة وضع خطط عاجلة، سواء لعمل حواجز مائية، سدود تغذية المياه، ايضا قلنا كما قلت التثقيف الاعلامي للمواطن، لان ذلك يلعب دور كبير في الحفاظ على المياه، خاصه وانه الان لا توجد رقابه على الحفارات التي تتم في المحافظه. تعتبر محافظه الضالع واحده من اكثر المحافظات التي تتفاقم وتتوالى فيها ازمات مياه الشرب منذ سنوات، فالحفر العشوائي للابار واستنزاف المياه لشجره القات بالاضافه الى غياب الجهات المختصه ضاعف من هذه الازمه.